سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احوال جيده ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بالناس اللي عاد انضموا للقناه لاول مره، مرحبا بكم في قناه عالم نورا للوصفات. الى عجبكم المحتوى ديال القناه، المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ان شاء الله. نبداو على بركه الله مع الفيديو ديال اليوم. غيكون فيديو مختلف، هو عبارة عن حلوى بالشوفان أو بيسكوي بالشوفان. كما كتعرفوا بأن الشوفان صحي ومزيان في هذا الرجيم، ماشي مشكل إلا كليتيو بحال دابا هكا هاد لو بيسكوي تاكلو تناولوه على الإفطار بحال دابا في الفطور، تاخدو هكا وحيدة ولا جوج في الفطور ماشي مشكل. إلا تشهيتيو هكا مرة مرة شي حاجة تكون حلوة وصحية، كنصحكم بهاد البيسكوي اللي ما غيزيدكمش في الوزن، وانما غادي يكسر لكم داك الشهوه ديال الحلوه اللي كتبغيو توجهوا ليها. اذا نبداو على بركه الله مع مقادير هاد الوصفه او هاد البسكوي. عندنا في هاد البسكوي هكا كوب ديال الشوفان، عندنا كذلك ربع كاس ديال الزيت، كذلك عندنا كاس ديال الدقيق الفورس، عندنا ملعقه كبيره من السكر ديال الرجيم، عندنا ملعقه كبيره من العسل الحر الطبيعي، عندنا ساشيه ديال الخميره وساشيه ديال فاني، وعندنا بيضه. نبداو على بركه الله مع طريقه تحضير هذا البسكوي، بقاو معايا. نبداو دابا على بركه الله، غادي نديرو الشوفان ديالنا هكا، نديرو النواشف هما الاولين، عاد ندوزو نديرو الزيت. كديرو بحال هكا، وغنديرو كذلك الخميرة ديالنا ديال الحلوة وحدة، غنديرو كذلك ساشية ديال فاني، وغادي نخلطو هكا مزيان حتى تنسجم لينا العناصر. كنخلطو بحال هكا حتى كينسجمو كاع العناصر. ودابا غندوزو باش نزيدو البيضه، البيضه بحال هكا، وغنديرو ربع كاس ديال الزيت. غنبداو كنخلطو هكا جميع العناصر كما كتشوفوا على هذا الشكل. انا غادي نبدا نخلط، غنزيد كذلك السكر، وغنزيد هاد الملعقه ديال العسل الحر طبيعي، تقريبا ملعقه صغيره مملوءه. انا غادي نحرك هاد العناصر ونتلاقاو باش نشوفوا طريقه الطهي ديالها. كما كتشوفوا العجين ديالنا جا بحال هكا على هذا الشكل. دابا غادي نبداو نشكلو هكا لي بيسكو دي بيسكوي هكا، يكونوا غير رقاق شويه بحال هكا على هذا الشكل. كنديروهم في الطاوله اللي غتدخل الفرن، من قبل كنكونوا سخنا الفرن على درجه حراره 180 درجه، كنشعلوه من الفوق ولتحت، وملي كنجيو ندخلوها كنشعلو غير لتحت. انا غنكمل على هذا الشكل نشكل لي بيسكوي ديالي، ونتلاقاو باش نشوفو طريقه التقديم الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفو انا قديت هكا البيسكوي ديالي ديال الشوفان، درت هكا في الطاوله اللي غتدخل الفرن، غنديرو على درجه حراره متوسطه، غيطيب من التحت وعاد نشعل عليه من الفوق يتحمر شويه. بقاو معايا باش تشوفو الشكل النهائي ديالو. البسكويت ديالنا ديال الشوفان كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع، وصفه تستحق التجربه، كيجي زوين بزاف. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر اللايك، كذلك تخليوا لي التعاليق ديالكم، وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.